بسم الله الرحمن الرحيم. فاضل لنا المترو نيدازول، وفاضل لنا الكينولونز، وفاضل لنا شويه ديفينيشنز كده في موضوع البكتيريا ريزيستنس. دلوقتي مش عارف انتوا يعني الطاقه بتاعتكم تتحمل لحد فين. انا عايز اشرح لكم المترو نيدازول، وعايز اديكم مقدمه في الكينولونز، واديكم مقدمه في البكتيريا ريزيستنس، لان النهارده مفيش ورك شوب، والمره الجايه هيبقى خلاص الكينولونز فاضل فيها تقفيله صغيره، والبكتيريا ريزيستنس نراجع عليهم تاني ونحل الورك شوب. اوكي كده، مش عارف تتحملوني كده ولا مش عارف تتحملوني. خلينا نقول مترونيدازول ونشوف بعد كده بقى ايه لسه عندكم طاقه ولا شطبتوا. المترونيدازول ده حبيب قلبي، وحبيب قلب مين كمان؟ تقوليش بابا بقى، حبيب بابا وحبيب ماما، حبيب قلب مين كمان اللي بيحبوا المترونيدازول قوي؟ دكاترة السنين. المترونيدازول طبعا هو الفلاجيل، ها كلنا عارفينه. طيب صاحبنا ده ايه معلوماتكم عنه؟ الناس اللي اشتغلوا في وحدات صحية، الناس اللي اشتغلوا في الأرياف، كنا بنكتبه في ايه؟ يا دكتور عندي مغص، يا دكتور خش يا حبيب المعمل اعمل ايه؟ ستول الاكزامينيشن. يطلع صاحبنا عنده اميبا، صح؟ يروح يقول الدكتور فاقع، اقول ايه؟ جرعه الفلاجيل قرص مرتين في اليوم 500 مللي جرام لمده 10 ايام. هو اصلا اول ما بداوا يستخدموه كانوا بيستخدموه كانتي بروتوزوال، وبعدين لقوا له تاثير كويس قوي على الانيروبس. عشان كده دكاترة السنان بيحبوا. طب دكاترة السنان يحبوا الفلاجيل أكتر ولا يحبوا الكليندامايسين أكتر؟ بيحبوا الكليندامايسين أكتر. ليه؟ هو صحيح الفلاجيل الإفكت بتاعه على الأنيروبز أحسن، يعني ما بيخليش تقريبا أنيروب، ما بيجيبهاش، لكن الكليندامايسين خرع شوية، يعني في عنده هولز، بنسميها هولز. يعني إيه هولز؟ يعني خرام، يعني في السبيكترم بتاع الكليندامايسين حتت ما بيغطيهوش، في هولز. الاخرام دي زي ما قلنا كده البكتيرويدز فراجيلس مثلا ما بيغطيهوش، الكولستريديوم ديفيسيل ما بيغطيهاش، صح؟ عشان كده من ضمن مشاكل الكليندامايسين كولستريديوم ديفيسيل انتيروكولايتس. لكن الفلاجيل لا، اجدع منه في حته الانيروبس دي، الفلاجيل اجدع. بس عيب الفلاجيل ان هو شغال انيروبس اونلي، يعني بقى ستاف ستريبت والحاجات دي لا، لكن الكليندامايسين بيشتغل ايروبس وانيروبس. فالدكتور بتاع السنان بيشوف ان هو مور وايد سبيكترم او برود سبيكترم زي الفلاجيل، فيحبوا يكتبوا الايه الكليندامايسين ده كده. ايه لو حبينا نعمل مقارنه ما بين المترونيدازول من ناحيه وما بين الكليندامايسين من ناحيه، المترونيدازول اجدع في الانيروبس لكن الكليندامايسين اجدع في الايروبس. الكليندامايسين بيعمل سي ديف كولايتس، المترونيدازول بنعالج بيه السي ديف كولايتس، تمام كده؟ طيب يبقى احنا صاحبنا ده يشتغل على ايه؟ قلنا انيروبس. لو جينا نقول جرام بوزيتيف انيروبس هتلاقيه شغال عليها كويس جدا، جرام نيجاتيف انيروبس هتلاقيه شغال عليها كويس ايه؟ كويس جدا. وحتى كمان بياخد برضه المايكرو ايروفيليكس اللي هم بيحبوا الهواء السائل زي الكامبيلوباكتر، وبياخد معاهم كمان ايه؟ قلنا البروتوزوا، لان هو انتي بروتوزوا. بروتوزوا زي ايه يا جماعه؟ تريكومونوس فاجينالس. ايه تاني؟ جارديا لامبيليا. ايه تاني؟ الاميبا. انت اميبا بانواعها، الحاجات دي كلها. طب ايه الفكره بقى؟ اشمعنى هو بيشتغل على الانيروبس بس وما بيشتغلش على الايروبس؟ تعالوا كده نحكي حكايه ايه ظريفه. هنفرض ان دي البكتيريال سيل، ايه احنا قلنا الميترونيدازول بيشتغل على ايه؟ الدي ان ايه، صح؟ ادي الدي ان ايه، كويس. الميترونيدازول هيخش البكتيريا سيل يعمل ايه؟ مين عارف؟ يلا حد يجاوب، حد حابب يفتح المايك يجاوب. الميترونيدازول يخش البكتيريا سيل يعمل ايه يا جماعه؟ طبعا انا قلت لكم قبل كده ان انا راجل شرير وان الاسئله بتاعتي فيها فخوخ. مين عارف؟ حد يقول؟ ما اقفل عليكم المايكات ولا حاجة؟ تقدروا تفتحوا المايكات، يلا.
تحول من ان اكتب فورم لاكتب فورم. حرقت انت حرقت الفخ اللي انا كنت عامله لكم. انا مستني ان انت ايه تغلط وتقول لي هيخش يضرب الدي ان ايه، اقول لك لا مش هيضرب الدي ان ايه، مش هينفع. ليه؟ لان هو اصلا المترونيدازول ده ان اكتف. تقول لي ان هو مش انتي بيوتيك كده جاهز، لا ده هو بنسموه برو دراج، لسه هيتحول للدراج اللي هو الاكتف فورم. طب ايه اللي بيعمل له اكتيفيشن؟ انزيم موجود جوه الخليه، مش مشكله اسمه الانزيم ايه، هو ريدكتيز انزيم. الريدكتيز انزيم ده يعمل له ايه؟ ده على اسمه كده هيعمل له ريدكشن. طب لما يتحول لريديوس دي فورم، ريديوس دي فورم دي هي الاكتف، يبقى يحوله من ان اكتف لايه؟ لاكتف. الاكتف ده هو اللي يقدر يتارجت الدي ان ايه ويضرب الدي ان ايه بتاع البكتيريا. حلو جدا. الريدكتيز انزيم ده بقى موجود فين؟ في الانيروبس فقط. لا هو موجود في الايروبس ولا هو موجود في خلايا الانسان. يعني حضرتك لما تاخد فلاجيل ما يعملش فيك حاجه، ما يضرش الخلايا بتاعتك، ما يضربش الدي ان ايه بتاعك انت، ولذلك فهو ايه؟ امن جدا. هو جروب بي من ضمن الحاجات اللي ايه، جروب بي اللي هي الحاجات اللي ما فيهاش مشكله في موضوع الايه تراتوجينيسيتي، يبقى ما هوش تراتوجينيك. ومن باب اولى يعني ينفع في الحمل، يبقى من باب اولى ينفع في الايه، في اللاكتيشن، صح كده؟ طيب اذا بقول لك انا اعشقه، انا الميتروزول ده حب حياتي كده. طيب تعال اتفرج برضو على الجمال. المولكيولار ويت بتاعته كام؟ صغير جدا، 137 دالتون. احنا قلنا معظم المضادات من 300 ل 500، وده بيخليها تصول وتجول وتتحرك وتعدي كل حاجه، ده بقى 137 بس. فتلاقيه شغال اورال، عرفوا يعملوا منه حاجات اورال وتمتص، ده صغير جدا. طبعا اي في موجود، يعدي البلاد برين بارير، يبقى ينفع في علاج المننجيتس وعلاج السنترال نيرفس سيستم انفكشن، يعدي البلاسنتا. طب ما يعدي البلاسنتا وانا خايف من حاجه؟ ما هو قلنا انه ايه؟ ان هو نون تراتوجينيك، ده امن جروب بي. تمام كده يا جماعه؟ طيب يعني ملوش عيوب يعني؟ يعني شويه عيوب خفيفه كده، جي اي تي ابسيت دي. طيب يعني هو كان، انا فاكر ايام الفارما واحنا في سنه ثالثه طب، كان دكتور علاء الله يمسيه بالخير بيقول لك ايه؟ الجي اي تي ابسيت يعني ان الدواء يوجع بطنك، ده سايد افكت لاي دواء في الدنيا. طبعا في ادويه يعني بتبقى شديده شويه في الموضوع ده، في ادويه بتبقى خفيفه، لكن ده موجود يعني في معظم العلاجات بتعمل جي اي تي ابسيت. برضو من ضمن المشاكل اللي بيعملها صاحبنا ده، يخليك تحس شويه ان طعم بقك كان حاجه كده معدن، كان في بقك حاجه معدن، اللي هو بيسموه الميتاليك تيست. مش مشكله برضو، ده ملوش علاقه بشغلنا كميكروبيولوجي، سيبك. ده خلاصه الايه، المترونيدازول. يبقى لو حبينا نلخص المترونيدازول في كام كلمه، واحد انتي اول حاجه اكتشفوه عشان او شغلوه فيه انتي بروتو زول، اتنين شغال على ستريكت ان ايروبس، ثلاثة ان هو سيف دراج، دواء امن ماشي. ولو عايز تقول البلاد برين بارير بيعدي البلاد برين بارير وحلو في السي ان اس انفكشن، طبعا في الانيروبس برضو. يعني لو انا شاكك في انيروبيك انفكشن في السي ان اس، واحد مثلا عنده برين ابسس، كلمه اول ما تشوف كلمه ابسس يا جماعه تفكر على طول في ايه؟ في الانيروبس، برين ابسس. يبقى على طول برين ابسس ادي ايه؟ ادي فلاجيل. سواء بقى تدي معاه حاجه ثانيه، ما تديش، غالبا هتدي حاجه ثانيه عشان تغطي الايروبس، لكن لازم الفلاجيل يكون حاضر في حاجه زي كده. سهل المترونيدازول. الدكتوره مروه كاتبه لك الميتاليك تيست اهو، بس زي ما قلنا كده يعني حاجات تفاريح يعني، لكن احنا كمايكروبيولوجي مش فارقه معانا. طيب ماذا تعرف عن الكينولونز؟